سبيعي. طيب سعد صبحك الله بالخير يا سعد. صبحك الله بالنور والسرور يا مرحبا وسهلا. وياك يا ابو غنى. ابو غنى جرح مفلح وفارس تعليقك. والله جرح مفلح ما بعد طاب وجاء فارس وزاد عليه. لكن مثل ما قال ابو محمد صالح عزانا فيهم انهم لهم قاعده جماهيريه كبيره ومبدعين فما عليهم خوف، اللي مثلهم يطلع برا ان شاء الله ويبدع وينجم ويدعمونهم من برا، هم سفرانا برا الان. وانت كلكم اخوان وكفل هالشيء. ابو فزاع سعد السبيعي معك. سعد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، هذا ثاني انقلاب اطلع منه. الله يعطيك العافيه ويوفقك ان شاء الله. كيفك شفت التجربه على المسرح ومع الاتصالات؟ والله انا قلت للشباب، انا يوم وصلت مرحله الاتصالات جاني تبلد. ما عاد تدري انت تفكر ترجع وتفرح ولا تفكر في خويك اللي معك وشلون بتفارق، يعني انت بترجع بس على حساب خويك اللي معك، يعني شيء ما اقدر اوصفه ولا يقدر يعيش ولا يحس الا اللي يوقف في مكانه. بصراحه بصراحه توقعت انك ترجع؟ بصراحه والله العظيم اني ما توقعت لا ارجع ولا توقعت اني اطلع مره، اقول لك جاني تبلد. يعني انت الان انت في الموقف الان تقول بتاخذ شنطتك وتمشي ولا بتاخذ اوراقك وتدخل؟ صراحه تدري وش اللي في بالي جالس يدور في بالي؟ انا بكره كنت مجهز فقره تدشين المنتج حقي وخابر انت الجو الجلسات العصريه وكذا، فيجي في بالي صوره للجلسه بكره العصر تدشيني لمشروعي حق الشاهي، ويوم الاثنين عندي تدشين عمل. الصوره الثانيه امي بنتي غنى تلفزيون كذا، صوره تروح هنا وصوره هنا. رس نايت بس سعد ترى اللي صار هي شفت ان المرحله اللي وصلتوها انا اسميها الركلات الترجيحيه. أيه. تمام، لكنها تعطي صراحه تعطي مؤشرات انك يا سعد وصلت للجمهور، انك يا سعد كونت قاعده جماهيريه، انك يا سعد الان اصبح لك اسم والناس تردده. يعني مستحيل سعد حطها قاعده، ترى مستحيل احد يمسك التليفون ويقعد، ترى اللي دق مو مره تلقاه دق 20 مره 30 مره عشان يمسك ويقول سعد 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 سعد. فاتمنى ان هل يكون عندك قناعه، وانت اكيد عندك قناعه انك وصلت لقاعده جماهيريه كبيره، والقاعده هذه تحتاج منك بعد تقدم اكثر واكثر، ولا عاد نشوفك على مسرح البرايم. صدقت انا اقول بيض الله وجيهم كلهم اللي اتصلوا واللي طلبوا اني ارجع للقريه، وطلبهم هذا هو حمل علي، يعني يطلب اني ارجع معناته انه يطلب مني اني اقدم زياده، فبقدر الامكان انا احاول اني اقدم. حتى اليوم يوم وصلت الاتصالات وتوقعت مثلا اني انا لو طلعت جالس اتذكر الحاجات اللي مرتبها خلال الاسبوع هذا، عندي تدشين عمل، عندي حاجات مسويها برتبها، فقره السبت العصر يعني الاسبوع الجاي، امور واجد خلال هالاسبوع بقدمها، قلت لو طلعت كلها بتروح. لكن بيض الله وجه محمد اخويا اللي عندي قال لو انك قدر الله انك طلعت احنا بنتكفل بها، حتى مشروعك منتجك احنا اللي بندشنا. قلت بيض الله وجهكم ما عندي شك فيكم كلكم. هذا مثل الورث طعمه خلاص انساه يروح لاهل الورثه. الله ييسر امرك. ابو قنا معك ابو شوق. يا سعد يا مرحبا يا ابو شوق. سعد انا بطلب منك طلب واحد. لبيه. انت شاعر وعشت هالموقف، الناس اللي ورا الشاشه كانوا مرتبكين ارتباك غير عادي، احنا كنا واقفين في موقف خاطئ، موقف ارتباك، محتارين من اللي بيطلع سعد ولا فارس. سعد هالموقف هذا نبغاه منك. الموقف نبغاه منك مو بالان، اتوقع انه يحتاج له. انت تبغى ابيات فيه؟ نعم. ما يحتاج ابيات مجهزها. أيه؟ انت ظنك يعني اللي مثل فارس واللي مثل مفلح واللي قبلهم اللي طلعوا ان ما لهم اثر عندي؟ والله العظيم اني جالس، انت تدري ان كل اسبوع اجلس انظم ابيات في واحد، هم لا طلع الثاني قمت ازيد عليها، هم طلع اللي بعدهم، انا كتبت اربع ابياتهم كنسلتها قلت لا هذه ما تنفع، لازم يبي لها تعبير لازم. اليوم يعني اسبوع رافق قلت مفلح وقبله راضي واللي قبله واللي قبله، اليوم لا المشاعر صارت اقوى، انا فقدت فارس وكنت واقف معه في الاتصالات. صحيح. فا ان شاء الله بتجي ابياتنا اقوى وبنظمها باذن الله. ننتظرها منك يا سعد. في انتظارها منك يقول ابو شوق سعد. ابشر ابشر بس في بيت اسلم. انا قلت للعيال يعني احنا واحد في بعض المواقف يمسك نفسه وكذا، لكن يجي موقف مثل هذا واحد يقول يمكن ما اقدر اطلع مشاعري، بمسك نفسي برد دموعي، لكن لا جاء في مثل هالموقف وحسه وان تنزل دمعته غصب بدون ما يحس. فقلت انا ترى دمعه الرجال
لا فارق الرجال دليل الغلا والحب إن كان ما تدري ما تدري. أنا يوم إني تدمع عيني على رفيق أنا ماني فاقده وما هو ميت الله يحفظهم كلهم صحيح. أنا فارق من المكان اللي أنا فيه، أنا عايش معه عيشة ما قد عشت مع إنسان مثلها، أنوم معه وقوم ونروح ونسوي ونشتغل مع بعض، حنا برا بنتقابل، لكن المكان اللي حنا فيه هذا ما حنا يعني مجتمعين مثل اجتماعنا ذا. ترى دمعة الرجال لا فارق الرجال دليل الغلا والحب إن كان ما أدري. نعم. أبياتك سهلة يا سعد ومحب القلوب وسهل حفظها. جزاك الله تسلم يا أبو سعد. سهل السعد معك علي يا سعد. أرحب أرحب. بقى والله مرحب، صباح الخير. صبحك الله بالنور. هذا تفكر في الشاهي ولا تفكر في غنى ها؟ والله العظيم صورة هنا وصورة هنا ما عاد تدري أنت. إن شاء الله تجي غنى وتدش معك الشاهي. بإذن الله تجين بكرة تجين بكرة الله يستر. لا تجيك غنى إن شاء الله هنا بالقرية وتدش معك الشاهي بإذن الله. أنا كنت طالع زي ما قلت شاق طالع من اجتماع، فأول ما فتحت الرابط البث شفتك أنت فارس، أنا جتني صعقة يعني سعد فارس فارس سعد، شعوري لا يوصف، أنا خلف الشاشة وخلف الجوال وأنا أتابع، فما بالك بشعورك أنت وشعور فارس وقوفكم أمام بعض. فكان إذا جاء اتصال فارس وقال فارس بشيري أنت صفقت، وكان إذا جاء اتصال هو جاء واحد قال سعد السبيعي صفق هو، فواضح الحب المشترك بينكم اللي واضح وعارفين والله بغلط كل واحد منكم البعض. نعم. لا أنت ولا فارس. نعم. المشاعر هذه لا يصفها إلا مثلك، والحمد لله أنك وصلت لمرحلة عشان الشاعر الحقيقي اللي يوصفها لنا مو بإحنا ولا كلامنا. ممكن أنت يا أبو غنى شاعر وكلماتك أكثر جذب لله بتوضيح الموقف. الله يرضى عليك. الحمد لله على رجوعك واستمر، أمامك أسبوع لا تجعلوها 55 يوم أو 45 يوم، اجعلها أسبوع 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 أسبوعيا أنجز فيه وخلص أمورك وخلص كل مشاريعك عشان ما يجي الأسبوع اللي بعده وتطلع وتندم على اليوم اللي ما قدمت صدق. لا إن شاء الله الأسبوع هذا مليء بالمشاريع والفقرات بإذن الله. الله يعطيك العافية يا أبو غنى يا حبيبي، يصبركم يسر أموركم إن شاء الله كل أيام تجتمعون يا رب مع تميزكم وتفوقكم يا بدر. آمين. لا أنت ولا أنت يا حبيبي أبو فزاع. شفنا اليوم تأثر عبد الرحمن المطيري يعني معليش.